كثير بنسمع عن مصطلح الفرو، هو انتقال ملكية عقار معين أو محل تجاري أو حتى ربما شركة بعناصرها المادية والمعنوية، لكن شو يعني الفروغ ضمن عقود الإيجار بالمحال التجارية وغيرها؟ أكيد من التفاصيل اللي رح نتعرف عليها. أكيد سما، اليوم رح نتعرف مع الأستاذة المحامية رنا ديب يلي اشتقنا لوجودها أكيد بصباحاتنا، ودائما بتغنينا بالمعلومات يلي عندها. ممكن كتير أوقات نحن بنكون منجهلة أو غايبة علينا، اليوم رح تخبرنا الأستاذة رنا كيف ممكن نتصرف في حال الفروغ ويكون كل العقد يكون كله أمان بالنسبة لنا وللطرف الثاني. صباح الخير يا أستاذة وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك عفاف، صباحك سلمى، وصباح الأخوة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم بالمعنى القانوني لكلمة فروغ، شو المقصود فيها وخصوصا لما بتكون مرتبطة بعقد الإيجار للمحلات التجارية؟ نعم، هلا مبدئيا سلمى، كلمة فروغ بحد ذاتها هي كلمة غير قانونية، ويمكن الناس ما بتعرف انه كلمة الفروغ هي كلمة شائعة متداولة بين اصحاب المحلات التجارية، ولكن اذا بدي احكي عنها كمصطلح ما في مصطلح بالقانون ولا بالقانون المدني ولا بالقانون التجاري ولا بقانون الايجارات شيء اسمه فروغ. هلا ممكن يكون استخدموها ليدلوا على شيء معين متعارف عليه لحتى الناس تعرف، بس عمليا بالقانون كلمات القانون مختلفة تماما. نحن عندنا بالقانون شيء اسمه متجر وليس فروغ. شيء اسمه متجر، ما هو المتجر؟ ولحتى الناس توصل للفكرة بشكل سهل، إذا عطيت مقارنة بين البيت والمتجر رح يفهموا تماما شو الفرق وشو معنات الفروغ اللي هن بيتداولوا. لما بحكي أنا عن محل تجاري اللي هو متجر، أنا ما بحكي بس عن مكان وسقف وحيطان وعقار، مثل لما بيكون عندي بيت للسكن. بيت للسكن بيت، فت على البيت شفت كم غرفة، شفت شو إله منتفعات، شفت شو مواصفاته، انتهى الموضوع. هذا كل شيء، هذا كل شيء بخص البيت. بالنسبة للمحل التجاري في عنصرين أساسيين، في العقار كعقار اللي هو مثل البيت، وفي شيء اسمه العناصر المتجر. مثلا لما بيكون عنا نحن خليني أقول أي ماركة معروفة، أي محل تجاري ما بدي أذكر أسماء بس يعني مشهور جدا، فهذا المحل مو بس هو المكان، هو الاسم التجاري، هو البضاعة الموجودة بهذا المحل، هو الزبائن اللي بيكون إلى يمكن سنين طويلة، فأخذ هذا المحل العقار قيمة من خلال وجود الشخص اللي هو صنع عناصر المتجر. صنع لنفترض صيدلية، فبيكون في عنا أدوية، في عنا مستحضرات، في عنا اسم الصيدلية، في عنا اللوغو اللي هو ما بيتقلد، العلامة التجارية، إذا كان في براءات اختراع أخدينا الشخص اللي هو مسؤول عن هاي العناصر، اللي هو بيكون أحيانا بما أنه طلع في عنا مفهومين اللي هو عقار كعقار وفي عنا عناصر للمتجر، أحيانا بيكون في عنا مالكين، منقول نحن مالك رقبة وهو الشخص الذي يملك المحل، المحل كعقار، وفي عنا مالك المستأجر اللي العالم بتقول عنه، المصطلح العام بيقولوا عنه مالك الفروغ. هذا المستأجر هو اللي بيكون له اسم تجاري، هو اللي بيكون له زبائن، هو اللي بيكون له علامة تجارية، المستأجر. أما المالك أو مالك الفروغ بيقولوا له، أو مالك الرقبة اللي هو بيملك المحل كعقار. هذا بالنسبة للمصطلح الفروغ اللي سألتيني عنه سلمى. طيب اليوم أنا بدي أنهي العلاقة الإيجارية بيني وبين الطرف يلي مأجرته، كيف ممكن تتم هاي العملية ضمن وفق القانون الجديد؟ تماما، وفق القانون الجديد اللي صدر بعام 2015 اللي تحدث عن، هو قانون إيجارات كامل، رح ناخذ منه اليوم شق إنهاء العلاقة الإيجارية بالنسبة للمحلات التجارية. القانون في ناس كتير ما كانت راضية عن طريقة إنهاء العلاقة، وفي ناس كانت راضية. إجمالا القانون حاول بقدر المستطاع يعمل عملية توازن، لحتى الحقيقة كل الصيحات بتقول كانت إنه المالك، مالك الرقبة، شخص مغبون، شخص مظلوم، لأنه كان مالك الفروغ بياخد أموال طائلة حق الفروغ، بينما مالك الرقبة بيطلع له شيء بسيط سواء كأجرة وحتى كقيمة عقار، فهي بتكون كتير قليلة مقارنة مع قيمة الفروغ. إجا القانون بعد كتير محاولات، أخذت سنوات يعني الحقيقة، مشان اللي عم ينتقد يعرف أنه الأشخاص اللي قائمين على القانون بذلوا أكثر ما فيهم من جهد، لأنه في كتير اعتبارات بتلعب دور لما بينحط في قانون، فبيحاول المشرع يوصل لأكثر حالة قدر عليها من التوازن. بضل في مطالبات، بضل في، أنا مع أنه في غبن لهلأ لتاريخ اليوم في غبن للمالك، ولكن نحن في خطوات ومحاولات قام فيها المشرع. رح أحكي بشكل عملي شو عمل المشرع لينهي العلاقة الإيجارية. أول شيء لما المستأجر اللي هو مالك الفروغ بده ينهي العلاقة الإيجارية، صار مطلوب منه وفق القانون الجديد إبلاغ الشخص مالك الرقبة بأنه هو اليوم في حدا جاي يشتري منه الفروغ،
اللي هو جاي يشتري منه عناصر المتجر، واجب عليه يخبره، إذا ما خبره بيوقع بالغلط وهو علة من علة الإخلاء، ببطاقة بريدية مكشوفة عن طريق كاتب بالعدل، وبيعطيه مهلة، القانون طبعا بيعطيه مهلة لمالك الرقبة 30 يوم بعد تبليغه. بعد 30 يوم المفروض أو خلال هالثلاثين يوم إما مالك الرقبة يقول أنا بدي اشتري هذا العقار أو هذا الفروغ اللي هن الناس هيك بتعرف، فبيدفع فيه ثمن، هو نفس الثمن اللي إجا لصاحب الفروغ ولكن بنقصه منه 10% لأنه هو مالك رقبة، وإما بيقول أنا ما عندي إمكانية اشتري هذا العقار، فبالتالي يجب على صاحب الفروغ أنه أو مالك الفروغ يعطيه أو يودع له بصندوق التنفيذ مقدار 10% من الثمن المعروض عليه. طبعا ضمن يعني الكيفية والأشياء الإدارية المنصوصة عليها طريقة، يعني طريقة الدفع. هذا هو القانون الجديد اللي أنهى العلاقة الإيجارية بهي الطريقة. في شوية إشكاليات، أكيد في شوية إشكاليات، بس برجع بقول هذا الشيء اللي الخطوة اللي كان أساسا مالك الرقبة سابقا يعني ما كان يطلع له شيء أبدا. كانت كيفية، كان هو يعرض عليه هيك مرادات يعني كما يريد. في شوية ثغرات انه مثلا ان شاء الله يعني يقدروا يعدلوها، كتير طرق. هلأ الاشكاليات اللي عم تواجهنا بصراحة، احيانا صاحب الفروغ بيقول للمالك انه انا جاييني مثلا فرض المحل بيسوى مليار، بس هو بيقول له انا المبلغ المعروض علي مثلا 500 مليون مثلا، فال 500 مليون قيمة 10% لانه هو بيعرف انه صاحب الرقبة مالك الرقبة ما عنده قدرة يشتري، فبيعرف هو انه الخيار البقيان هو انه يعطيه 10%، فلما ما هو بيقلل من السعر المعروض عليه فال 10% بتنقص، فهون صار في غبن للمالك. عم تواجهنا هيك مشكلات. ما في عندنا نحن شيء اسمه تقدير لقيمة الفروغ او تقدير يعني الحد الادنى، خلينا نقول يا ريت هاي العملية تنضبط، يعني لو تنضبط أكثر يمكن بيصير فيه الغبن أقل لمالك الرقبة. طيب هذا الشيء خلينا نقول بياخذنا لمجال اسمه التخمين، هل تخضع المحلات التجارية للتخمين مثل ما بتخضع مثلا كانت العقارات اللي بيعانوا فيها من هاي المشاكل للتخمين؟ هلأ سلمى، بالنسبة للعقارات المحلات التجارية اللي كانت تخضع للتمديد الحكمي القديمة فهي تخضع للتخمين، اما العقارات بعد 2015 وهي قليله بصراحه. لا روح شوفي مثلا خلينا نقول بالبزوريه مثلا، المحلات التجاريه بالمناطق كلها، معظم المحلات التجاريه بدمشق معظمها هي اجارات قديمه. بعد 2015 صار العقد شريعه المتعاقدين، يعني انا باجرك هالمحل لمده سنه مثلا، بعد سنه انت بتخليه كامل، ما عاد في شيء هاي المصطلحات، بس نحن مضطرين نستخدمها لانه معظم المحلات ايجار قديم، فبدها تيجي تنتهي العلاقه الايجاريه بدها تنتهي بالشكل اللي حدده القانون 2015. نجي لموضوع التخمين، تخمين على شو عم يكون؟ تخمين عم يكون على الاجره. يعني تطلع لجنه بتكشف على المحل التجاري كرمال تحدد قديش الاجره اللي لازم يدفعها مالك الفروغ لمالك الرقبه، وعاده هي بتكون عم تكون اجره كثير كثير قليله قد ما ارتفع موضوع صحيح. التخمين لانه عم يحسبوا منا التحسينات وعم يشيلوا منا قيمه الفروع، عم يشيلوا منا التحسينات اللي محسنه ما لها علاقه بتقدير القيمه، فعم تجي الاجره قليله، بس مع ذلك اكيد عم تزيد. وانا والله يعني من 6 أشهر تقريبا او اكثر شوي صار في قيم للاجره اكثر من الاول، يعني عم ياخذوا بعين الاعتبار نوعا ما نوعا ما. شو اليه دعوه التخمين؟ هي اولا بحق له للشخص يرفع دعوه التخمين كل 3 سنوات. في ملاحظة كتير مهمة الناس أحيانا ما بتنتبه، لأنه 3 سنوات مو من تاريخ صدور الحكم بالتخمين، من تاريخ بدء رفع الدعوة. يعني أنا اليوم رفعت الدعوة ببلش الوقت يمرق أنه 3 سنين، لأنه بيجوز القرار ياخد وقت كتير، فأنا هذا بحسبه من 3 سنين ولا ما بحسبه؟ لا، بينحسب من تاريخ رفع الدعوة بحق لي ارفع دعوة تخمين. برجع بقول دعوة التخمين إما بتكون على الإجرة أو على قيمة العقار كعقار، بس ما في شيء اسمه دعوة تخمين على قيمة الفروغ. يا ريت يصير في دعوة تخمين على قيمة الفروغ لحتى نوعا ما مالك الرقبة لما يجي ثمن معين يكون في له حد أدنى يقدر يستفيد منه. دائما عم نسمع من أصحاب المحلات عم يواجهوا كتير مشاكل عم تعترضهم خلال فترة الاستئجار أو وجودهم بهي المحلات، خلينا هيك من حضرتك نتذكر أو نستذكر أهم المشكلات اللي ممكن تعترضهم. المشكلات اللي عم تواجه أصحاب المحلات مثل ما قلت، أول شيء مالك الرقبة، معظم مالكين الرقبة مثلا ما عندهم إمكانيات لشراء الفروغ، فعم يروح الفروغ لشخص ثالث وعم يصير في شوية غبن. نسبة 10% عم يعترضوا عليها أنه هي نسبة قليلة، عم يقولوا يا ريت 10% تصير 20% مثلا كحد أدنى. يعني برجع بقول القانون عم يحاول
صاحب الفروع عم يعتبر انه هو بصراحه يعني نحن ما عم نقول انه صاحب الفروع لا يملك اي حق بالموضوع، لا، ولكن في فرق صار كتير بين صاحب الفروع كحق مالي وبين صاحب مالك الرقبه. ولكن صاحب الفروع عم يقول انا اللي صنعت السمعه التجاريه وانا اللي صنعت الاسم التجاري والعلامه التجاريه والبضاعه، فلما فاحيانا عم حس انه هو له احقيه دائما. نحن الهدف لحتى نحن ما نواجه مشكلات باي علاقه، سواء علاقه ايجار المحلات ولا ايجار البيوت ولا اي علاقه عقديه، يهدف المشرع الى ايجاد توازن عقدي يعطي كل واحد حقه. بموضوع ايجار المحلات تحديدا ما وصلنا لمرحله من الرضا الكامل لكل الاطراف، هو يعني صعب نوصل لرضا كامل، ولكن ما زال يوجد شيء من الغبن لمالك رقبه المحل التجاري. طيب خلينا نحكي كمان عن اليوم الثغرات اللي موجوده اذا فينا نقول بقانون الايجار الجديد، واللي ممكن كمان لسه ينشغل عليها باعتبار طلع قانون ب 2015، فممكن يطلع تعديلات تلحق هذا القانون. هلا الي وجهه نظر بقانون 2015 لما هو قرر ينهي العلاقه الايجاريه، عطى حق انهاء العلاقه الايجاريه للمستاجر فقط، يعني لمالك الفروع، ما عطى حق انهاء العلاقه الايجاريه لمالك الرقبه. وهي ماخذ انا ما بعرف يعني شو الاسباب اللي خلت ما هو المالك بالنهايه، بس هو المظلوم بكل هالقصه تماما. يعني انت بدك تنهي علاقه ايجاريه، ليش اذا خطر على باله المستاجر اللي هو مالك الفروع يطلع، فهو بيقرر انهاء العلاقه الايجاريه ووجب عليه انه يخبر مالك الرقبه. طب اذا مالك الرقبه ما عاد بده هي العلاقه الايجاريه، لا يحق له في القانون انه ينهي العلاقه الايجاريه. ليش؟ هاي ثغرة. انت عم تسأليني عن الثغرات، هلا بجوز ممكن يكون هي تحمي بعض المهن والمحلات القديمة. اصحاب الفعاليات يعني الاقتصادية حكوا بهذا المنطق انه انت عم، ولكن برجع بقول لك لازم يكون في صيغة تحقق التوازن للطرفين. يعني احيانا صاحب بيكون في اشحاف لصاحب الفروع انه انا لما بصنع اسم وبصنع زباين وبصنع اسم تجاري وموقع معين ومكان معين بصير الي ناسي بهذا المكان، بيجي صاحب الرقبه بيقول لك انا بدي انهي، فانت برجعك للصفر. في وجهه نظر لذلك اعطى الحق بانهاء، ولكن ما عمل التوازن المطلوب، لانه صاحب الرقبه عم يبقى شخص مظلوم. اذا اعطيناه للمستاجر الحق بإنهاء العلاقة الإيجارية، خلينا نعوض المالك الرقبة بتعويض مادي معين، لأنه التجار عم يكون يعني أمورهم المادية أفضل بكثير من مالك رقبة من 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 عشرات السنين اللي هي قيمة زهيدة صارت. طيب اليوم يظهر انه في كثير من الاشكاليات يلي صارت ونوجدت بالفروقات يلي صارت بين القانون الجديد والقانون القديم، شو هي هي الاشكاليات يلي صارت اليوم وبالتالي كمان تم حلها؟ لا، هي الإشكالية اللي كانت عم تصير واللي القانون رقم 2000 اللي صدر بال 2015 عالجها، هي إشكالية التعويض المادي لصاحب الرقبة. اللي هو كان ما له أي تعويض مادي، كان صاحب الرقبة لا يملك شيء، يعني محل يمكن بيسوى مليارات، يمكن أجرته السنوية هي آلاف الليرات اللي ما بينحكى فيها. إجا القانون حل بشغلتين يعني، بس نحن إشكاليتنا هلأ بحكي شو هن النقطتين اللي حل فيها كنا عم نحكي فيهم، إنه هدول النقاط غير كافية، غير عادلة 100%. النقطة الأولى اللي هو أولا أوجب على صاحب، على المستأجر إبلاغ صاحب كان يبيع، ما حدا يعرف يعني، ما صاحب مالك الرقبة ما له علاقة، لا اليوم فرض عليه ببطاقة بريدية لسرية الموضوع عشان ما يصير في تلاعب أصلا، فرض عليه انه يخبره بانه هو يرغب في بيع هذا المتجر، وبيكون له الاولويه صاحب الرقبه اما يشتري او ياخذ 10% وما يشتري. هي اشكاليه حل القانون 2015 ما كانت موجوده. الشغله الثانيه دعوى التخمين وتفاصيل دعوى التخمين بانه برفع الاجره، كمان هي كل 3 سنين صار بحق له يرفع دعوى تخمين لحتى يرفع اجره المحل التجاري بحال عدم انهاء العلاقه الايجاريه. فهن نقطتين جيدين يعني، ولكن غير كافيين. ومثل ما تفضلت سلمى وقالت قبل شوي، نحن دائما بما انه صدر قانون بال 2015 فما بعيد ابدا يصدر قانون بال 2024 او 25 يحاول يوجد صيغه توازنيه اكثر للعقد يحل الاشكاليات اللي عم يواجهوها مالكين الرقم. اكيد يعني اليوم كمان خلينا نحكي نقطه مهمه، حضرتك قلتي بعض هاي العقارات المشهوره جدا اللي عم تكون عم تخضع لنظام الفروغ بالمعنى الشائع هي موجوده بالحارات القديمه بالشام القديمه. صح. تماما هدول معظم. يعني عانينا بفتره من الفترات بشيء اسمه تغيير الهويه، يعني بما انه صاحب الرقبه احيانا كثير بيكون برات البلد، فبالتالي بده يبيع
ويخلص من المستأجر، وبعدها عم نشوف تغيير هوية لهي الأماكن. فبالتالي يمكن نصرهم شوي القانون بهذا الموضوع بأنه ما يجبرهم يتركوا محلاتهم، بالتالي عم نحافظ على عدد كبير من المحال اللي موجودة كان بالبزورية أو غيرها. ولكن اليوم القانون الجديد أيضا بما يخص الأجار الجديد، خلينا نحكي عن بعض الفوائد اليوم اللي صارت موجودة وخصوصا للمحال التجارية. تمام. هلا الفكره الاولى اللي حكيتي فيها نفس اللي كنت عم عرج عليها بطريقه، خليني احكي بشكل مباشر، لا القانون برجع بقول حاول يحقق عداله بين الطرفين. غلب المصلحه، يمكن في عنا نحن توازنات اقتصاديه، في عنا فعاليات اقتصاديه كبيره بالبلد، مثل ما تفضلتي قلتي هذا مثال صغير، انه لنفترض محل تجاري له اسمه من عشرات السنين، صاحب اقرب محل مثلا صاحب الرقبة سجاد او شيء نشيله تمام. اليوم نقضي على مهنته وعلى تماما على اسمه وعلى سمعته وعلى زباينه. لذلك بقول لك لما حصر العلاقه الايجاريه اخذ بعين الاعتبار هي الجزئيه، حصر انهاء العلاقه الايجاريه بالمستاجر، فمالك الرقبه لو كان برات البلد لو كان عنده رغبه يبيع المحل ويخلص ما عاد له الاحقيه ياخذ هي المبادره، بده يستنى المستاجر لحتى هو يقرر انهاء العلاقه الايجاريه، وبالتالي المستاجر هو بيقدر مصلحته انه انا بهذا الوقت صار في عندي محل بمكان اكبر، صار في عندي سمعه تكفي اكثر من المكان من العقار نفسه، فبالتالي ممكن ياخذ قرار انه يبيع العقار بس بيخبر مالك الرقبه. بالنسبه للقانون الجديد، الخط العريض للقانون الجديد العقد شريعه المتعاقدين، أنا مستأجر وأنت مالك رقبة، بدي استأجر منك هذا المحل التجاري بمدة معينة بإجرة معينة، تنتهي المدة انتهى. هذا الشيء يعلمه مسبقا صاحب المستأجر، يعني ما في شيء مفاجأة له، يعلم مسبقا أنه هو بوقت معين بده ينهي العلاقة الإيجارية لما تخلص المدة المحددة. في مواضيع بتخلي العلاقة الإيجارية تنتهي من لو حتى المستأجر ما بده ينهيها، لما بيرتكب أحد الأفعال اللي حددها القانون تنهي العلاقة الإيجارية حتى لو ما كان عنده رغبة، مثل لما بيغير بأوصافه بيغير غير مسموح بتغيير أوصاف العقار، مثل لما بيأجر حدا تاني الغير بدون ما يخبر بدون ما يكون عنده علم مالك الرقبة بيشوه العقار، هي من أسباب الإخلاء، علل من علل الإخلاء، مثل لما بيقرر يبيع وما يخبر مالك الرقبة انه انا قررت بيع، فهي علة من علل الاخلاء. صحيح. فهدول اسباب علل الاخلاء بتخلي مالك الرقبة ينهي العلاقة الايجارية حتى لو المستأجر ما بده ينهيها. يعني دائما هذا شيء ذوقيا واخلاقيا لازم نحن اذا بدنا نخلي او شيء لازم نخبر على القليلة انه نحن بدنا نخلي وكذا، فممكن يكون هو مانو اشكال مسيء للمالك. خلينا هلا ننتقل معك لاهم النصائح اليوم لكل المحال التجارية او اصحاب المحال التجارية اللي كمان ممكن يتعرضوا لمشاكل تكون ممكن هيك شوي تاخذ لهم حقهم او تعص عليهم شوي. اليوم عفاف صارت يعني بالايجارات الجديده عم بحكي المشاكل خفيفه طبعا. لانه في عندك مده معينه باجره معينه الضريبه اللي فرضوها بالماليه، في صار تدقيق تحديد أكثر للعلاقة الإيجارية، خف نوع المشاكل، فاليوم قليل ما تظهر عندك مشاكل، المشاكل عم تظهر بإنهاء العلاقة الإيجارية أو التمديد الحكمي القديم، وعالج القانون كما ارتقى أو كما استطاع، خلينا نقول ببذل كل جهد كما استطاع. نحن كقانونيين أنا مشان يعني نحل الإشكاليات اللي عم تقولي أنا أو النصائح حبذا لو يرجع يندرس قانون الإيجارات الثغرات اللي ضووا عليها المختصين تتاخذ بعين الاعتبار يلاقوا لها حل، بحيث انه يكونوا طرفين العلاقه العقديه مالك الرقبه ومالك الفروغ مثل ما بيستعملوا الناس، او المستاجر مثل ما بيقول القانون مستاجر المتجر يعني صاحب المتجر، يكونوا اكثر رضا. الحقيقه نحن لحد اليوم ما عندنا رضا عن علاقه ايجار المحلات. طيب ما عم ياخذوا بهي القوانين اللي طلعت؟ ما كثير عم ياخذوا فيها؟ لا طبعا ما في اغلب اكيد عم ياخذوا فيها اجباري، لانه كله في له عقوبته، ولكن انا عم اقول انه الاشخاص المسؤولين عن وضع القانون يعملوا تعديلات جديده تناسب اكثر التوازن العقدي بين مالك الرقبه ومالك الفروع. اكيد. طب خلينا نحكي عن حاله ثانيه غير انه يكون مالك الرقبه شخص، بعض الاماكن او المحلات او حتى البيوت والعقارات هي تابعه لهيئات حكومية وفي علاقة إيجار قديم أو مثل ما بيقولوا عاطينه فترة طويلة، يعني مثلا وزارة الأوقاف في أبنية مخصصة إلى مثلا ممكن يكون قاعد صار له 30 سنة أو 35 سنة بهذا البيت وبيدفع إيجار سنوي عم يرتفع بشكل بسيط جدا. بعض أيضا المحلات اللي كانت موجودة بسوق التكية اللي هي كانت تابعة بعقود إيجار بين وزارة السياحة أو وزارة كمان الأوقاف والمحلات التجارية، هذا النوع من التنظيم هل يشمل
ضمن هذا القانون او له لا اذا كان ضمن هو آخر. طبعا اذا محل تجاري يشمل، هلا عاده وقت عم تاجر مثلا وزاره معينه عم تاخذ على عاتقها استئجار مكان معين بيكون هدفها تعمل مشروع معين، احيانا عم يصير عندنا تقصير بتنفيذ المشروع. هي القصه سلمى ما لها علاقه بالجهه اللي يعني اكيد لها علاقه لانه هي المعنيه بالموضوع، لأنه اليوم الوزارة ولكن لما قررت انه هي بدها تخلي الاماكن قدرت تاخذ هذا القرار، صح. ما قدر صاحب المحل انه هي يبقى بالمحل صح. بالنهايه هلا هون في عندنا اكثر من عامل بيلعب دور، انا ما فيني احكي عن حاله بشكل عام لانه كل حاله لها خصوصيتها. ممكن احيانا تترجح المصلحه العامه، ففي بالقانون نص بيقول لك المصلحه العامه ترجح المصلحه الخاصه. احيانا بيكون في مشروع للبلد يخدم البلد، عم يصير في تقصير بتنفيذ هذا المشروع. لما عم يصير في تقصير المفروض يكون في مراقبه اكثر، تدقيق اكثر، لجان عم تطلع تكشف اكثر. بالاجمال اذا في علاقه ايجاريه كمحل تجاري فهي بيحكمها قانون 2015. طيب اليوم كمان خلينا نحكي عن بعض هي العلاقات، خصوصا مو بس بالمحلات التجاريه، بالبيوت. يعني اليوم يمكن البيوت اخف شوي ضررا من المحلات التجاريه، خصوصا بما يخص الاجار القديم، ولكن بيكون اصحاب البيت متضايقين لانه اليوم بتعرفي صارت الاجارات بارقام خياليه، صح. يعني صح. لا تتناسب ابدا. هل تم دراسة هذا الموضوع؟ هلأ بس خليني أحكي أول شيء شو عم يصير بالبيوت وبعدين بنشوف شو الثغرات اللي عم تواجه المشرع. يعني البيوت مثل المحلات التجارية، في بيوت تستأجر بالقوانين الجديدة، فكمان هي العقد شريعة المتعاقدين، بيجي بعمل عقد معك لبيت بفترة زمنية محددة مقابل أجر معلوم، وبالتالي انت صار لك هذا حق الانتفاع بهذا البيت طول ما الفترة لساتها موجودة. اللي عم نعاني منه موضوع الأجارات المرتفعة، ما عم يقدروا يلاقوا ضبط للأسف. يعني هو المفروض يعني هي ثغرة كمان إنه يلاقوا آلية لقيمة معينة أو حد أعلى للأجار بمنطقة معينة. نحن عم يصير الأمر بصراحة جزافا، عم يطلب المالك رقم مرقوم وما في عليه ضبط بهي النقطة. هاي ثغرة بالنسبة للأجارات القديمة، مشان الناس تعرف بما أنه عرجنا على موضوع البيوت. الأجارات القديمة كانت كمان مثل المحلات التجارية تخضع لشيء اسمه تمديد حكمي، يعني المستأجر حتى لو توفى المستأجر، إذا كان في معه أشخاص ساكنين في البيت فهن بياخذوا حق الإجرة، يعني هذا بالقانون القديم. فشو إجا المشرع عالج هذا الموضوع؟ يمكن معظم الناس بتعرفها، 40% بال60 أنه لما بيقرر أنه ينهي العلاقة الإيجارية فالمستأجر بيدفع 60% من قيمة هذا العقار، مو 100% من قيمة هذا العقار. كان في هلا الناس بتعترض، يعني في كثير صيحات سمعتها أنه ليش بدي أدفع ليش بدي نقص من حق البيت كأنا مالك، يعني انه 40% من حقه بدي سامحه فيه للمستاجر وهو بيتي انا ماجره لا ينتفع فيه. فيها وجهه نظر، ولكن برجع بقول احيانا المشرع بياخذ المجتمع ككل. بفتره من فترات سوريا، يعني خلينا نقول كانت معظم الناس مستاجره ومعظم المالكين يملكون اكثر من عقار، كان هذا الحكي قديم. ما قدر المشرع يلاقي صيغه توازنيه للمجتمع، خلينا نقول حتى مو للعقود. انا مع، يعني مشان ما يكون، انا مع انه صاحب المالك العقار يحق له ان ياخذ كامل ثمن المنفعة الخاصة تبعيته من هذا ملكه أو العقار. والملكية حتى في القانون السوري هي محمي. حق محمي وحق مقدس. أنا أبداً أبداً ماني ضد، ولكن أنا لما بنظر لمجتمع كامل، لبنظر لناس كاملين يمكن لما يطلعوا من الأجار ما يتسامحوا بالأربعين بالمئة أو ما يندفع لهم 40% إذا بدون يطلعوا بيصفوا بالشارع. فأخذ القانون يعني قد ما قدر، برجع بقول ما في شيء كامل بالدنيا، ما في عدالة أصلاً مطلقة للأسف، يعني بس عم نحاول. أخذ التوازن المجتمعي انه في اشخاص كثير كانت رح تصفى بالطريق، صحيح. فعمل هي الحل يعني نوعا ما انه 40 ب60، انهى العلاقه الايجاريه بالبيوت القديمه ووضع قوانين جديده بتناسب المجتمعات هلا، يعني بتناسب الوضع اللي بالمجتمع، انه انت بدك تستاجر لمده معينه مقابل مبلغ معين، بتنتهي العلاقه الايجاريه، بينتهي حقك بالانتفاع. ما قدر يلاقي حل، وهي ثغره انا ما عندي حل الى كيف بدها تنضبط. لازم المعنيين ياخذوا بعين الاعتبار الاجره المرتفعه. كيف انا بعطي اجره سقف؟ المفروض يعني يكون في حد اعلى، المنطقه الفلانيه اعلى سقف لاجره اي بيت فيها كذا، هذا الرقم كذا، خلص انا بعرف لما بدي اتوجه استاجر بهالمنطقه انا بعرف هون شو بدي، شو امكانيتي، بقدر ولا ما بقدر. اما هي الارقام المرقومه وبعدين عم تزيد كل يعني كل سنه المطلوبه من المستاجر يطلع، لانه خلص ما عاد يقدر يدفع اجره السنه القادمه، هو بيكون عامل عقد لسنه والاجره محدده ضمن العقد لهي السنه بالذات، ما بتشمل السنوات القادمه، فبالتالي هو يعجز عن دفع الايجار. يعني كمان ما فينا ننكر سلمى وعفاف انه الازمه والحرب اللي مرقت
والمرأة على البلد كان إلى مفرزات كتير، واحدة منها هي القصص، الناس كانت مستقرة وقاعدة بتجارة للناس. هي في ناس الحرب دمرتنا معظم السوريين، ولكن في ناس رجعت عليهم بالفائدة لنفس المبدأ اللي عم تحكي فيه. هذا الطمع استغلوا مثل ما بنقول نحن تجار الأزمة، استغلوا حاجة الناس، استغلوا الوضع، الناس بيوتها مدمرة. فوصلنا لمرحلة المفروض بقى القانون تماما، ولما بيجي الموضوع لعندهم لحتى على موضوع الدفع دائما بيستاءوا وبيصير هذا الإشكال مسيء. ومثل ما حكيتي أستاذة إنه دائما ما في عدالة مطلقة، ما في عدالة مطلقة أكيد. بس نحن بنحاول جهدنا كناس معنيين بالقانون إنه نوصل لأكثر صيغة ممكن تحقق توازن بالمجتمع. تمام، يعني نتشكرك أستاذة، خلص وقتنا معك. شكرا لك. شكرا لك ولوجودك. شكرا سلمى. شكرا.